بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مو اسمها الدنيا، ربي زينها بمجرات وعناقيد المجرات، وقليل من البشر اللي يرفع رأسه ليلا وينظر إلى السماء ويسأل من خلق هذا. الناس في من جملة أحمق الأحمقين أو الحمقى، حتى مشوش له ينظر السماء وتدبرون في شأنها ويقولوا من خلق هذا وما ومن زين هذا ومن نظم هذا، وما عندهمش الأسئلة هي خطيتهم. الناس في الحمق يعمون ولا يعقلون، والحمد لله رب العالمين.